علاقات ضخمة بين مصر وتركيا اقتصادية كبرى وصلت لمليارات الدولارات. مصر وتركيا بيزودوا التعاون الاقتصادي بينهم بشكل كبير، وهدفهم انهم يوصلوا لتبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار في خلال 5 سنين السنة اللي فاتت. التجارة بينهم وصلت ل 8.5 مليار دولار، وده بيبين ان مصر شريك مهم لتركيا في افريقيا. الحكومة المصرية بتسعى انها تستفيد من الاستثمارات التركية اللي في مصر، الشركات التركية اللي شغالة هنا بتصدر بشكل كبير للأسواق الدولية. وزير المالية المصري وضح انهم بيشتغلوا على اصلاحات ضريبية وتسهيلات جديدة عشان يشجعوا المستثمرين، وده بيبني ثقة بين الحكومة ورجال الأعمال. كمان مصر وتركيا وقعوا 17 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة خلال زيارة الرئيس السيسي لتركيا ولقائه بالرئيس التركي أردوغان. الاتفاقيات دي هتساعد على زيادة حجم التجارة والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. السفير التركي في القاهرة قال إن تركيا بتخطط تعمل منطقتين صناعيتين في مصر، وده هيكون فيه 1000 مصنع في السنين اللي جاية. الهدف انهم يعززوا التعاون الاقتصادي اكتر واكتر، وده يخلي الوصول ل 15 مليار دولار في التجارة بين البلدين حاجة ممكنة خلال الفترة اللي حددوها. في النهاية اللي بيحصل ده هيخلي فيه فرص استثمارية وتجارية اكبر بين البلدين، وده هيفيد الاقتصاد المصري بشكل واضح، وطبعا مش هنكر انه هيفيد الاقتصاد التركي بشكل اوضح. جينا مع بعض لنهاية الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. كان معكم إسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.